أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البداية بالاتحاد العربي لكرة القدم اللي أعلن عن قائمة حكام كأس العرب للأصغر اللي باش تدور فعاليتها في الجزائر بداية من يوم 23 أوت بمشاركة منتخبنا التونسي، وضمت القائمة 32 حكم منهم الثنائي التونسي يسري بوعلي كحكم ساحة ويوسف الجامي كحكم مساعدة. محليا وفي أخبار أندية الرابطة المحترفة الأولى، نادي الإفريقي عقد اليوم الصباح جلسته العامة التقييمية بأحد النزل بالعاصمة واللي انطلقت بساعة تأخير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتم خلال الجلسة تلاوة التقرير الأدبي والمالي واللي شهد مداخيل بقيمة 23 مليار في حين مجموع المصاريف كانت بقيمة 16 مليار، وكشفت إدارة الكلوب أنه قيمة الديون عند انتخاب هيئة العلمي وصلت ل 38 مليار، تفاصيلهم 23 مليار خطايا دولية لدى الفيفا بالإضافة ل 15 مليار خطايا محلية. في نفس الإطار في اللحظات هذه انطلقت الجلسة العامة الخارقة للعادة واللي باش تكون مخصصة لتنقيح القانون الأساسي للنادي والتصويت عليه من طرف المنخرطين، ومن أهم الفصول اللي تم تنقيحها باب هيئة الحكماء اللي باش تحل مكان هيئة الدعم مع تنقيح شروط الترشح لخطة رئيس النادي. الترجي الرياضي التونسي باش يواجه المريخ السوداني في مباراة ودية نهار السبت الجاي، ثم باش يكون الدخول في تربص مغلق بجزيرة جربة من 24 أوت ل 2 سبتمبر القادم باش تتخلوا زوز مقابلات ودية ضد اتحاد بنقردان يوم 26 أوت وضد اتحاد تطاوين يوم 1 سبتمبر القادم. الاتحاد الرياضي المنسيري باش يواجه شبيبة الساورة الجزائري في مباراة ودية اليوم على 4:30 متاع العشية في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير. من جهة أخرى، إدارة اليسمو أعلنت أن تذاكر المقابلة هذه موجودة حاليا على ذمة الأحباء بمقر النادي وشبابيك ملعب بن جنات. النادي البنزرتي باش يرجع اليوم العشية للتمارين بإشراف مدرب جديد كريم اللتويتي قبل الدخول في تربص مغلق في حمام بورقيبة من 6 ل 15 سبتمبر واللي باش تتخلوا مباراة ودية ضد النجم الساحلي يوم 8 سبتمبر القادم. النادي الافريقي وصل تمارينه بإشراف مدربه الفرنسي بيرتران مارشان اليوم الكلوب باش يواجه الملعب التونسي في مباراة ودية بداية من 5 متاع العشية بملعب الشاد لزويتن وباش تدور دون حضور الجمهور. في أخبار الميركاتو، إدارة مستقبل سليمان أعلنت تعاقدها مع اللاعب محمد الحبيب يكن بعقد المدة زوز مواسم. ملاعب عمره 28 سنة ويشغل خطة الظهير أيمن، وسبق له اللاعب مع السيابي ونادي الجونة المصري والنجم الساحلي في الموسم الفارط. في أخبار لاعبين المحترفين، لاعبنا الدولي التونسي عيسى العيدوني باش يكون أساسي مع فريق فرانك فاروز المجري الليلة في مواجهة فريق شامروك الإيرلندي في براج المؤهل لدور المجموعات من مسابقة الأوروبا ليج في مباراة باش تدور اليوم بداية من 5:30 متاع العشية بتوقيت تونس. نغيروا الاختصاص ونحكيوا على الكرة الطائرة. منتخبنا التونسي للأواسطي وصل مشاركته في بطولة إفريقيا اللي تنظمها تونس، وبعد 3 انتصارات متتالية في الدور الأول على حساب كل من غامبيا المغرب ونيجيريا. غدوة منتخبنا باش يكون في مواجهة نظيره الرواندي في مقابلة الدور ربع النهائي بداية من 6 متاع العشية بقاعة توفيق بوهيما بيرادس. في التنس، لعبتنا التونسية أنس جابر تواصل مشاركتها في بطولة سانسيناتي الأمريكية، وبعد الانتصار على اللعبة الأمريكية كاترين ماكلي في الدور الثاني اليوم أنس جابر بشكون في مواجهة اللعبة التشيكية كيفتوفا المصنفة 28 عالميا في الدورة الثمنة النهائي بداية من 4 متاع العشية بتوقيت تونس. أوروبيا، وفي أبرز مقابلات اليوم لحساب تصفيات مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، 6 متاع العشية سيسكا صوفيا البلغاري في مواجهة بازل السويسري، 6 متاع العشية يونغ بويز السويسري يستضيف أندرلخت البلجيكي، 7:15 مباراة ماريبورا السلوفيني اللي يلعب ضد فريق كلوج الرومانية. في الدورة التمهيد الثالث من مسابقة الأوروبا ليج، أهم وجهات اليوم 6 متاع العشية مالمو السويدي يستضيف سيفاسبور التركي، 7:30 متاع العشية جنت البلجيكي يلعب ضد أمونيا نيقوسيا القبرصي، 8 متاع الليل أستريا فيينا النمساوي في مواجهة فريق فينربخش التركية. نختم نشرتنا بمعلومة صحية تساعد الرياضة على الحفاظ على صحة القلب ونشاط الدورة الدموية بالإضافة لتحسين عملية التنفس وتقوية الكتلة العضلية. هذا كل ما عنا في أخبارنا الرياضية. أجمل تحيات سيد ترابلسي، ونتقابلوا في مواعيد رياضية قادمة.
لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية.